صباح الخير حبايبي، صف خامس. احنا ان شاء الله ختمنا مادة اللغة الانجليزية. يوم ان شاء الله راح احكي لكم عن المادة فقط الداخلة معنا بمادة الفاينل، صفحة 48. داخل معنا فقط قاعدة المودل فيربس، فقط داخل معنا قاعدة المودل فيربس من يونت 6. طبعا راح ندرس عليها كل التمارين المتعلقة فيها من الرايت اكتيفيتيز، اللي هي من ابتداء من question C question E و question F. هذول فقط الأسئلة الجرامر اللي حليناهم على القاعدة. من صفحة 55 الريفيو 6 ندرس فقط السؤال E اللي هو المتعلق فقط بالقاعدة، احنا question F ما بدنا اياه. يونت 7 ندرس منها فقط قاعدة البريزن بروجريسيف، صفحة 60 فقط قاعدة البريزن بروجريسيف من يونت 7 اللي داخلة معنا. من الرايت اكتيفيتيز طبعا ندرس منها فقط الأسئلة المتعلقة بالقاعدة، question B question C question D و question E، فقط الأسئلة اللي حليناهم على القاعدة هم اللي داخلين معنا. unit 8 does no one know something about anything، كل إشي فيها داخل. ندرس المحادثة، الأسئلة، vocabulary word عفوا، vocabulary word تصنيفهم إذا كان noun أو verb، expressions، القطعة اللي هون، write activities، القاعدة طبعا indefinite pronouns as subjects، كل هاي داخلة معنا يمس، كل القاعدة هاي داخلة معنا. write activities كل إشي فيه داخل، كل إشي فيها داخل. unit 9 what if برضو كل إشي فيها داخل. خامس ندرس المحادثة، ال vocabulary words تحت المحادثة، ال expressions القطعة. بالنسبة ل unit 10 برضو unit 10 كل إشي فيها داخل معنا، المحادثة والقطعة اللي تحت ال vocabulary words تحت المحادثة، المعاني الإنجليزية اللي حفظناهم، expressions والقطعة، آخر جزء من قطعة سندريلا برضو داخل معنا. أي سؤال بخصوص مادة الامتحان حيكون متواجد على المنصة أو داخل الحصة. موفقين.